أمير في الربيع السابع من عمره، يتيم الأب، وقد تكفلت إحدى المؤسسات الخيرية في رعايته. هذا البرعم عانى ما عانى بسبب الحرمان الذي يضطر ذووه إلى السكوت عن بعض الأمراض التي تصيبه، ومنها تسوس الأسنان، فكثيراً ما يشكو أمير منها ومن ألمها المزعج، ولكن بلا جدوى، فالفقر والحرمان يخنقه وذويه. رسم أمير في مخيلته زيارة طبيب الأسنان، وهي واحدة من المعضلات الصعبة التي كانت تمثل تحدياً له، ولم يتوقع يوماً أن يذهب إلى أي مركز أو عيادة تخصصية لكي يطبب أسنانه الجميلة التي بدأت تتآكل بسرعة، إلى أن صار الحلم حقيقة. مهم الأسنان مو مهمة؟ عادة السواس؟ لا، لازم ندربنا عليها. ليش مهمة؟ شو نسوي بيها الأسنان؟ وجاء ذاك اليوم الذي توجه فيه مع أقرانه من الأيتام إلى زيارة إحدى المشاريع الإنسانية التابعة للعتبة العباسية المقدسة، مكان جميل يحتوي على ألعاب ومجسمات تحث الأطفال على الاطلاع عليه عن كثب والتمعن والتفكر في تجربته الجديدة، تجربة يديرها أشخاص لهم الباع الطويل في التأثير على الناشئة عبر إدخال المعلومات المهمة في أذهان الأطفال بطرق كرتونية ومسرحية ممتعة مناسبة لأعمارهم. أوزع المعجون على كل الأسنان، بعدين أفتح حلقي أفرج الجوة واحد والفوق واحد، فتراهم يحبذونها ويقبلون عليها، فضلاً عن كوادر طبية متخصصة لرعاية الأسنان. هنا كل شيء يقدم مجاناً للأيتام، هكذا هو الحال في مركز أم البنين عليها السلام لرعاية الأسنان، إذ يعد مركزاً نوعياً وتخصصياً ورائداً، بل هو الأول من نوعه في العراق في مجال وقاية وعلاج الأسنان، كل ذلك بالتنسيق مع المؤسسات ومكاتب المرجعية الدينية في العراق، إذ يعكف القائمون عليه على تقديم الدعم والمساعدة للأطفال بصورة تعكس حجم التكافل الاجتماعي عند خدمة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. أجرى أمير مع زملائه عدداً من الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج بكل سلاسة، ولأنه تنفس الصعداء في هذا المكان الذي أصبح أليفاً بالنسبة له لم يكن يرغب في تركه بعد أن كان يظن بأنه لا يحق له أن يدخله. تعلقت روحه بالمكان وبكل تفاصيله، بالألعاب التي فيه والرسوم الزاهية التي زينت جدرانه، لكن هذا الفراق لم يدم طويلاً، لأن أمير له مراجعات أخرى حددها الطبيب له لإكمال بقية علاجه في القريب العاجل، وسيزور هذا المركز ويعيد تجربته الجميلة التي خاضها مع رفاقه في هذا المشروع الإنساني الكبير.